نجدد لكم التحية من جديد مشاهدينا الكرام، وهذه الوقفة الحوارية الأخيرة في برنامج من القاهرة اللي هنتحدث فيها بشكل كبير عن تقنين أوضاع الباعة الجائلين في مصر. نعلم أن هذا يعد من التحدي أو المشكلات الكبيرة اللي بيواجهها مجتمعنا المصري، مشكلة وأزمة الباعة الجائلين وكيفية التعاطي والتعامل مع هذه الأزمة بشكل كبير. وزي ما احنا عارفين انه بالفعل تم نقل الباعة الجائلين من وسط البلد الى اترجمان وتخصيص اماكن لهم ومحاولة تقنين اوضاعهم بشكل كبير. ده جانب حقيقة في حوارنا. معانا ايضا جانب او شق اخر في حوار النهاردة نتكلم فيها عن الاقتصاد غير الرسمي داخل مصر وكيفية الاستفادة منه بشكل كبير، واعادة النظر من جديد الى الاوضاع المعيشية والاقتصادية، واعادة النظر ايضا الى البعد الإنساني لأوضاع الباعة الجائلين في مصر، والنظر إلى مشاكلهم والتحديات اللي بتواجههم واللي ممكن تقدمها لهم الدولة والحكومة المصرية لحل مشاكلهم واستيعابهم بشكل أو بآخر. وللمزيد من تفاصيل حقيقة والتحليل حول هذا الموضوع وحول الاقتصاد غير الرسمي في مصر، سعدنا أن يكون معنا ومعكم وعلى الهواء مباشرة الأستاذ الدكتور رضا عبد السلام، رئيس قسم الاقتصاد ووكيل كلية الحقوق بجامعة المنصورة. دكتور رضا مساء الخير، وأشكرك على تلبية الدعوة يا فندم. أهلا بحضرتك معنا. أهلا حضراتكم السادة المشاهدين. أهلا بك دكتور رضا. وفي البداية رؤيتك لقرار نقل الباعة الجائلين لموقف الترجمان من جميع أرجاء القاهرة، وهل ده يعتبر بداية لإدراجهم ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة؟ تمام، سؤال جميل جدا. مهم جدا أن يكون في دولة، ده أمر مهم جدا أن الناس تستشعر أن هناك دولة، لأنه كما تعلم حضرتك أنه ظاهرة الباعة الجائلين أو غيرها من الظواهر السلبية في المجتمع هي نتاج لغياب الدولة. عندما يستشعر الناس أن الدولة غائبة وأن وجودها وحضورها في الشارع غير موجود تستشري الظاهر السلبي، وبالتالي أنا مع فكرة أن احنا نعيد الدولة وهيبة الدولة في الشارع حتى نعيد المظهر الحضاري والراقي ونحمي المجتمع من التلوث السمعي والتلوث البصري والتلوث البيئي وكل صورة التلوث. إذن هي خطوة على الطريق الصحيح، ولكن لنا حوار بشأن آلية تفعيل تلك الخطوة، لأنها لها أبعاد بالفعل اقتصادية واجتماعية في غاية الخطورة. وخاصة أنه مهم قوي يعني ننظر أمر مهم لازم أقوله في بداية اللقاء، أن الباعة الجائلين أو غيرهم من يعملون في النشاط غير الرسمي، وتحديدا لما نتكلم على الباعة الجائلين، هم أشخاص يحصلون على الرزق بطريق مشروع. ربما طريقتهم في الحصول على الرزق لا تناسبنا ولا تسعدنا وتزعجنا وتزعج الشارع وتؤثر على المظهر الحضاري للشارع. نحن ندرك كل هذا، ولكن علينا أن نقر أمر مهم، وأن هذا الشخص البائع المتجول أراد أن يكسب عيشه بالطريق المشروع، لأنه سدت أمامه أبواب أخرى. لأنه لو وجد فرصة للعمل في مصنع أو في شركة أو في مشروع ما لجأ إلى هذا الطريق. إذن أنا أمر مهم قوي لا ينبغي ألا ننظر إليهم نظرة الشخص إلى المجرم أو مرتكب جريمة، حتى نحسن طريقة التعامل معه. يعني طيب ده أمر مهم في البداية. طيب لازم دي جزئية مهمة جدا، وربما العدد كبير جدا حقيقة من الناس شايفين هي معادلة صعبة، فكرة أنك توازن ما بين أن ما يبقاش في فوضى أو عشوائية في الشوارع والميادين المصرية والمحافظات المختلفة، والحفاظ على هيبة الدولة والشكل الحضاري المفترض أن تكون عليه مصر، ما بين مراعاة البعد الإنساني لهؤلاء الباعة الجائلين. هي فعلا معادلة الموضوع صعبة. ده يعني هي معادلة صعبة للغاية. التعامل معها إزاي؟ يعني. هنقول حاضر حاضر. الفكرة اللي أنا عايز أقولها، الباعة الجائلين هي ظاهرة استشرت، يمكن بيقدر عددهم في مصر وفقا للإحصائيات ما بين 5 إلى 6 مليون بايع متجول على مستوى جمهورية مصر العربية. ودول بيمثلوا أسر، يعني إذا كنا 5-6 مليون هو اللي بيبيع في الشارع، لكن في أسرة خلف هذا الشخص. صحيح. ليه الظاهرة استشرت بهذا الشكل مؤخرا؟ ده بسبب فشل على مختلف الأصعدة على مدى العقود الماضية، وبدءا تحديدا من خلال فترة الانفتاح الاقتصادي في نهاية فترة حكم الرئيس السادات، وامتدت الأزمة بعد ذلك عندما حدث انهيار في المستوى الاقتصادي وانهيار في المستوى الأخلاقي والقيمي والثقافي ومنظومة الأداء على مستوى الدولة المصرية ككل خلال العقود الماضية. لأنه لو كان هناك أداء جيد على المستوى الاقتصادي والإنتاجي والمؤسسي والتنظيمي والإداري ما لجأ هؤلاء إلى الطريق غير الرسمي اللي حضرتك ذكرته في بداية اللقاء، الاقتصاد الموازي أو الاقتصاد غير الرسمي. ده اللي بنسميه نشاط اقتصاد غير رسمي، بمعنى النشاط بيتم بعيدا عن رقابة الدولة. الدولة لا تعرف بيبيع إيه
ولا اعتبارات الجودة ولا بدفع ضريبة للدولة. هذا النشاط نما في هذا المسار لغياب الدولة، لأن في سلبيات على المستوى الدولة ككل. إذا إحنا بنقول المشكلة هي ظاهرة في غاية الخطورة، لكن هي نتاج، عشان نكون موضوعيين، هي نتاج لأزمة تراكمت خلال العقود الماضية ونحن نجني تبعاتها في الفترة الأخيرة. نتعامل معها إزاي؟ ده اللي أنا ممكن أقوله ببساطة شديدة جدا خلال الحوار، ما عنديش مشكلة خالص. إذا اللي إحنا عايزين نقوله إحنا بالفعل أمام أزمة، الأزمة دي محتاجة لعلاج. إحنا بدأنا أولى خطوات العلاج من خلال إن إحنا نوفر أماكن، نوفر أشياء بديلة، لكن ده مش كفاية، ده مش كفاية. لازم يكون المكان ده أولا جاذب للناس، جاذب للمستهلكين، إن الشخص اللي كان بيبيع ده في النهاية لازم يرجع في نهاية اليوم برزق لأولاده. إذا انتقل مهمة يعني اختيار المكان السليم والصحيح بالزبط. يعني إن أنا مش هجمع الباعة الجائلين في مكان بعيد عن الناس وبعيد عن البيع والشراء، يبقى أنا أذيتهم برضو بالزبط. في الأساس يعني بالزبط. أنا عايز، ولهذا إحنا فكرة غياب التخطيط مشكلتنا إحنا في مصر إلى الآن، بناخد الخطوة ونفكر في تبعاتها ونعيد التفكير. لا، أنا عايز قبل ما أخذ الخطوة أفكر جيدا قبل ما أنقل الشخص في هذا المكان، أوفر مقومات النجاح في هذا المكان الجديد ليستقر في هذا المكان. إحنا زي ما بنقول الباعة الجائلين دول يا فندم، منهم من يعيش في القاهرة، ومنهم من أتى إلى القاهرة من المحافظات، منهم من أتى من الصعيد، وأغلبهم أتى من الصعيد. لازم نفكر، طب ليه أتى من الصعيد؟ لأن ما فيش عملية تنمية في الصعيد، ما فيش عملية تنمية. انهار القطاع الزراعي، ساب الفلاح أرضه وجي يعيش في مدينة القاهرة، ساب مكانه في الصعيد وجي يعيش في مدينة القاهرة أو في التجمعات الكبرى، في النهاية عمل التكدس وخلق تلك الأزمات. لا، ده أنا لو حليت المشكلات الأساسية هقدر أقضي على المرض. لو عملت تنمية متوازنة على مستوى مختلف مناطق مصر، ده الخطوات اللي احنا بنعملها بمشروع قناة السويس أو غيره من المشروعات اللي تتعمل في الفترة القادمة، هقدر أعالج المشكلة. يمكن دي علاجات وقتية اللي احنا بنقول عليها دلوقتي، لما نقله للترجمان أو أوفر له مكان آخر، دي علاجات وقتية. طب هي الملامح الرئيسية للعلاج يعني تكون في خطة واضحة الملامح والمعالم على المدى البعيد؟ بالضبط، على المدى البعيد أبدأ أحط مشروعات قومية. احنا نعلم أن الباعة الجائلين دول بيقدروا زي ما قلنا بالملايين، 5-6 مليون، 70% من هؤلاء من الشباب، 50% منهم من المتعلمين، ده بناء على الإحصاءات اللي اتعملت واستطلاعات الرأي من المتعلمين، منهم أغلبهم من حملة المؤهلات العليا. سؤال، إيه اللي خلى حمل المؤهل العالي في النهاية انتهى به الأمر إلى باع متجول في الشارع؟ إذا أنا عندي فشل في النظام التعليمي، فشل في النظام الاقتصادي، فشل في النظام الإنتاجي، وأنا حريص أن أقول الكلام ده من خلال تلفزيون الدولة، أنا بعشق بلدي جدا، لازم أقول هذا الكلام. وبالتالي مطلوب في الفترة القادمة نبدأ نعمل بقى رؤية لمصر، نشتغل بشكل صحيح، ندخل في مجموعة من المشروعات الكبرى، نعمل فرز لهؤلاء الناس. انت شاب اتخرجت من كلية التجارة، طب مؤهلك ايه؟ ازاي اقدر اعمل لك برنامج للتدريب التحويلي واجهزك ان شاء الله تدخل في المصنع اللي هيتعمل في مدينة 6 اكتوبر، او المصنع اللي هيتعمل في منطقة محور قناة السويس، او اللي هيشتغل في العين السخنة، او معرفش منخفض القطارة، او غيرها من المشروعات الطرق، اقدر احتوي هؤلاء الناس. لكن ان انا اكتفي بان انا اعملهم في كانتونات واحطهم في اماكن معينه ربما تفتقر الى بعض، لا اعالج المشكله. انا عايز اعالج المشكله بشكل جذري، يبقى بشتغل على كل الاصعده. انا مطلوب ان انا اطهر شقه، انا زي حضراتكم بنتاذى من هذا المظهر، تعطيل للمرور زي ما كان الاستاذ الفاضل بيتكلم من شويه، حياتنا توقفت، مظهرنا الحضاري تلاشى. لكن كان لازم السؤال، ما هي مصر سنه 40 كانت جميله جدا، شوارعنا كانت راقيه جدا، ايه اللي خلى الناس اتحدفت فجاه على القاهره؟ إذن القضية ليست قضية البشر بقدر ما قضية إدارة اقتصاد دولة، وإدارة على المستوى التعليمي والمستوى الأخلاقي والمستوى الثقافي هو ما قادنا إلى هذا الحال. إذن إحنا لا نتحدث عن شيء مستحيل، إحنا نتحدث عن مشكلة تبحث عن حل، والحلول إحنا بدأنا أولى الخطوات علشان نعيد هيبة الدولة، ده صحيح، لكن مهم أوي ألا نتعامل مع هذه القضية بالحل الأمني فقط. دائما إحنا مشكلتنا في مصر أي حاجة نروح مصدر الأمن فيها، احنا مش عايزين نحط الامن في المواجهه مع المواطن. صحيح، هذه مشكله، ويمكن بتحدث بعض الاخطاء، ويمكن الاعلام النهارده في كل مكان بيصور يجيب لك عسكري شال الحاجه بتاع الست جايبه قفص او شايله حله بتبيع فيها شويه حاجات جايباهم من بلدهم في باع متجول ويرميها او ياخدها. هذه الاشياء بترسل برسائل سلبيه جدا للمجتمع وللخارج. اذا الحل الامني في حد ذاته مش كافي، انا عايز استخدم كل الحلول، اخطط كويس قوي قبل ما انزل الشارع ده واخليه، اقول يا جماعه احنا خلال شهر المكان ده هيتم اخلاؤه، خلال شهر احنا بنجهز لكم المكان الفلاني، وقبل ما نجهز المكان الفلاني هيكون في وسائل مواصلات في سلع معينه المحلات العاديه اللي هي المرخصه مش هتبيعها، انتوا اللي هتبيعوه، وبالتالي هتلاقي المستهلك هيجي لك للمكان بتاعك لانه مش هيشتريها اللي من عندك. اذا في حلول كثيره جدا نقدر نتعامل بيها ان شاء الله. كمان مهم النظره المجتمعيه للباعه الجائلين تبقى نظره لائقه ونظره محترمه، ولازم ان الكل يستوعب ان البائع المتجول هو انسان محترم، انسان شريف ما لجاش للسرقه او للنهب او للنصب او الاحتيال، ولكنه
لجأ للأسلوب الشريف في التعامل أو لكسب الرزق والارتقاء بمستوى المعيشة. أنا ليا دراسة عن اقتصادات الجريمة. الإنسان أمام سلوكين، إما أن يسلك طريق الحلال أو طريق الحرام. صحيح. الطريق المشروع أو الطريق غير المشروع. أنا قد أدفعه دفعا وأحولها لمجرم. هو حاليا مجني عليه بسبب الفشل الاقتصادي والفشل المؤسسي. الامر الاخر النهارده احنا عندي 5-6 مليون دلوقتي النهارده في السوق غير ان الاقتصاد غير الرسمي، يمكن بمناسبه الاقتصاد الرسمي تقريبا بيشكل 50% من الاقتصاد المصري. قدرت قيمه الاقتصاد غير الرسمي في مصر بعض الدراسات بتقدرها ب 2 تريليون جنيه تقريبا الناتج المحلي المصري، والبعض الدراسات الاخرى زي اللي هي بتاع اتحاد الصناعات اكتر من تريليون جنيه، تقريبا 50% ناتج المحلي المصري بيتم في الاقتصاد غير الرسمي اللي هو منه البيع الجائلين اللي بينتج من الانتاج وانتهاء بالاستهلاك. ده اسمه نشاط بيتم بعيد عن الدوله تماما. عمليه الانتاج، عمليه التوزيع، عمليه البيع كلها بعيد عن الدوله. ده سببه. سبب تاني مهم قوي لازم اقوله النهارده، واحنا يمكن احنا في لقاء سابق تعرضنا للقضيه دي، الاداره. الراجل النهارده اللي خرج معاش مبكر، هما مين الباعه الجائلين؟ شباب متعلم زي ما قلنا، او ناس خرجوا من المشروعات الخصخصه الفاشله اللي تم بيع الشركات القطاع العام، 360 شركه تم بيعها وتم تخريبها، وفي النهايه يلقى يبين في الشارع، في النهايه وجد نفسه امام الشارع. لابد ان يعود برزق لابنائه في نهايه اليوم، ففي النهايه ليس امامه الا الشارع. اذا احنا عايزين نعالج هذه المشكله. الراجل ده فكر يعمل مشروع، احنا عايزين نجتذب الناس دول، اما يدخلوا في مشروعات خاصه او يقيم مشروع بذاته. طب يقيم مشروع بذاته ازاي؟ لازم يمر على المؤسسات العامه. وانا لا امل ولا اكل ان اتحدث عن قضيه ضعف كفاءة المؤسسات العامة في مصر والبيروقراطية الإدارية. أنا النهاردة حضرتك لو فكرت تعمل مشروع أنصحك روح لحي من الأحياء. كيف ستواجه؟ ستواجه بإجراءات وبيروقراطية عقيمة ستدفعك دفعا إلى الطريق غير الرسمي. أنا ما خرجتش من الموضوع. أنا عايز أشتغل في الطريق الحلال، عايز أشتغل في النشاط الاقتصادي الرسمي. طب إيه المطلوب مني؟ مطلوب إن أنا أخد ترخيص وأعمل المشروع بتاعي أو أفتح المحل بتاعي. رحت أفتح المحل قال أنا محتاج موافقة الكهرباء، محتاج موافقة المية، محتاج موافقة كذا، وكل رحلة من دول تستغرق الوقت والجهد والمال. يعني مهم يبقى في تأثيرات ومرونة في التعامل مع المواطن. إذن الحل في المقابل هذا لا يعني يخل بشكل أو بآخر بهيبة الدولة والحفاظ على هيبتها. أنا عايز الحل يا فندم. إحنا ما بتكلمش على استثناء، إحنا جنبنا دبي، جنبنا السعودية. كل الدول إحنا درسناها دي تجاربها رائعة جدا، ما بكلمكمش على ماليزيا ولا سنغافورة. دبي النهاردة أنا بروح أخذ ترخيص بإقامة مشروع خلال ساعات قليلة وأنا قاعد في مكتبي حاطط رجل على رجل. الموجود اللي بيسموها أنا قلتها قبل كده الوان ستوب شوب أو الوان ويندو، النافذة الواحدة. أنا بروح مكان وأنا قاعد في مكاني، يجي على طول في نفس المكان تحصل على الموافقات اللي تاخد الترخيص وتقيم المشروع. في النهاية النشاط ده كله يا جماعة له أبعاد اقتصادية وأبعاد اجتماعية وأبعاد بيئية في غاية الخطورة. النشاط ده مش قضية بس إنه بيلوث شارع أو إنه معطل شارع، القضية إنه بيبيع منتج قد يفتقر إلى اعتبارات السلامة والصحة والبيئة وما إلى ذلك. الأمر الآخر، هذا النشاط كثير من يعملون في هذا النشاط لا يدفعون ضرائب للدولة رغم إنه بيستغل مرافق الدولة وخدمات الدولة. أنا عايز أدخل الناس دول في النشاط الاقتصادي الرسمي. أدخلهم إزاي؟ زي ما بنقول لازم يكون في تيسيرات وتبسيط في الإجراءات. وزي ما بنقول الكلام ده احنا عملنا مبادرة إرادة من سنة 2009 واتكلم عنها السيد منير فخر عبد النور مؤخرا. ليه ما تتفعلش المبادرة دي النهاردة في كل محافظة؟ أنا عندي في مدينة المنصورة عايز أعمل مشروع، أروح على المكتب ده بدل ما أروح أبقى باع متجول. عايز الموافقة يا جماعة، ما يدخلونوش في دائرة مفرغة ويخلوني أطلع كل اللي في جيبي علشان أدفعه في صور غير رسمية. لا، النهارده اقدر اجتذب الراجل ده ويدخل في الطريق الدوله ويبقى تحت رقابتي وتحت عين الدوله، اعرف هو بينتج ايه وبكام، وبالتالي اقدر اعمل حسابات القوميه. احنا نعرف نعمل حسابات قوميه بشكل سليم؟ اذا كان 50% من النشاط الاقتصادي لا نعلم عنه شيء، فكيف تكون حساباتنا وتقديراتنا لمعدلات البطاله ومعدلات الانتاج؟ انا لا اسوي الصوره، لكن انا بقول لك اذا كنا عايزين نحل نبدا نطور في اجهزتنا الاداريه، نعمل برامج للتدريب التحويلي، نعمل جزء من مخصصات صندوق تحيا مصر نعمله للتدريب التحويلي. الشباب ال 70% دول من الشباب اللي في السوق الرسمي نقدر نعمله تدريب تحويلي. يعني اذا كان تجاره، طب ما في مصانع عايزه ناس تشتغل في مكان، تقدر تستعد تتدرب لمده 6 شهور على حساب الدوله والمصنع مستنيك. يبقى خدناه من هنا ومن هنا. لو وجد فرصه حلال مشروع محترم لائقه لن يقف في الشارع ببساطه شديده. طيب هل حضرتك شايف يعني الى اي مدى يمكن دمج الباعة الجائلين الى دائرة الاقتصاد الرسمي للدولة بشكل ملموس وبشكل عملي وبشكل سريع؟ وبعيدا عن المسكنات لابد ان نعيد النظر في الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية بشكل كبير اللي بيبقى ليها تداعيات وتبعات سلبية خطيرة جدا على الباعة الجائلين في مصر. ببساطة شديدة جدا،
ابدا بالفعل زي ما الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكر في اكثر من مره هيهتم بالصعيد. انا عندي جانب كبير جدا من الباعه الجائلين، انا عندي في مدينه المنصوره ما في شارع لو في صعيدي بيبيع. الصعيدي اللي ترك اسرته ويعتبر في غربه بيظل في مدينه المنصوره لسنوات ويعود لاسرته. لو وجد لقمه العيش السائغه والكريمه في عنده في اسوان ما اتى الى مدينه المنصوره، ما اتى الى مدينه القاهره. يبقى ابدا اعمل مشروعات للمحافظين الحضرات الموجودين في كل محافظه. ليه ما ينشغلش بخلق مشروعات؟ هي القضيه قضيه اداريه. قضيه فكر. هي قضيه عقم اداري. مش قضيه عقم مالي. لا انا عندي لو في فكر اداري اقدر اطور والامكانيات الماديه موجوده، بس ازاي اخلق مشروع اخلي الراجل ده بدل ما في المنصوره هيرجع يقعد في اسوان في وسط اسرته ويخفف الضغط عندي في الشارع، وبدل ما هو بيلوث الشارع وما لذلك من تداعيات هيشتغل في مكانه. ده بعد. الامر الاخر نعجل بالمشروعات القوميه. احنا عندنا طالبين ناس دلوقتي يروحوا يشتغلوا في محور قناه السويس، في منطقه قناه السويس. نبدا نركز على هؤلاء الناس اللي بيسموه الباعه الجائلين ونبدا نستوعبهم في هذه الاماكن. الامر الاخر زي ما قلت التدريب التحويل. الامر الاخر قد بعض من هؤلاء الباعه الجائلين ميسورين، بعضهم لديهم الامكانيات الماديه. انا عايز اجذب الراجل ده للنشاط الرسمي. السؤال اقرب من الناس دي، انت ايه اللي مخليك تشتغل بعيد عن رقابه الدوله؟ انت ليه ما بتشتغل بعيد كده؟ هيقول لك اصل بيفرضوا عليا ضريبه كذا وبيفرضوا عليا اشتراطات كذا وتعقيدات كذا وكذا وكذا. احنا هنيسر لك كل طب هو حضرتك الباعه الجائلين بس اللي هم يعني مثلا مش بيتعاملوا مع الدوله رسميا، ولا في برضو نوعيه معينه من التجار برضو؟ برافو سؤالك، انا بشكرك فعلا على السؤال ده، لان في نشاط اخر كتير غير الباعه الجائلين. يعني انا عندي ناس كتير نشاط الاستثمار العقاري على سبيل المثال. اين هو من رقابه الدوله؟ حد يقدر يقول لي حجم الاستثمار العقاري في مصر والشركات التي تكسب المليارات؟ احنا بنيجي عين على الراجل اللي فاتح كشك ونفرض عليه ضريبه ونخضعه لقيود في اي مكان. ده النشاط الرسمي. نشاط الاستثمار العقاري ده بيدخل في اطار النشاط غير الرسمي. هؤلاء الناس لو قدرنا فعلا نعمل احصاءات سليمه ونبدا ندخل الناس في النشاط الاقتصادي الرسمي، ده كله زي ما بقولنا بيتقال ان في مثلا في 40 الف مصنع في مصر بتعمل اللي بيسموها مصانع بير السلم. دي احصائيات موجوده. مصانع بير السلم يعني بتعمل بعيدا عن رقابه الدوله، بيشتغل بعيدا عن الدوله تماما. طب ايه اللي خلاه يبعد يشتغل بعيد عن الدوله؟ ما هو ده مهم جدا، لان احنا جزء من هذا العالم. اذا كانت دي المعدلات، واحنا تعتبر فعلا اعلى المعدلات العالميه، اذا كنا بنتكلم على 5 6 مليون ما تلاقيهاش في مكان في العالم. طب ليه؟ ده بسبب فشل اداري او ضعف جهاز اداري. مطلوب بقى احنا نطور الجهاز الاداري، وانا بكررها اكتر من مره، نبدا نعمل غربله في الجهاز الاداري للدوله. جهاز اداري بيتمتع بالكفاءه، يقدر يستوعب المتغيرات والمستجدات الجديده، يتفاعل. لا ما ينفعش نحط لمؤاخذه حصان قدام قطر سريع. لا احنا امام قطر سريع اللي هو مصر الجديده. عايزه جهاز اداري يكون على نفس مستوى مصر. هل بنفتقد بالاساس الفكر الاداري، بمعنى ان ما عندناش افكار او ما عندناش رؤى، ولا في ناس كتير من الخبراء والمتخصصين والمتابعين عندهم افكار كتيره جدا وعندها رؤى يعني ربما لا تعد ولا تحصى للتعامل مع هذه المشكله وغيرها من المشكلات، ولكنها في النهايه بتبقى حبيسه الادراج؟ هل نحن بحاجه الى ان يكون عندنا يعني اراده حقيقيه وطنيه في التعامل مع المشكلات المختلفه؟ أنا لازم أكون صريح، يعني ما ينفعش الفكر العقيم اللي أفسد الماضي أنتظر منه يصلح الحاضر والمستقبل. أنا محتاج أغذي الجهاز الإداري بكفاءات، كفاءات من الشباب المصري، وما أجمل وما أعظم الشباب المصري في كل مكان في العالم. لو غذيت هذا الجهاز الإداري بفكر شباب مع وان ستوب شوب وشغل جميل جدا وشباب جميل يبدأ يشتغل في الجهاز الإداري، عنده أفكار جديدة وأفكار خلاقة محتاج أدخلها. أنا لو جيت للراجل اللي أفسد على مدى 30 سنة وأقول له غير، لن يغير، لانه امتهن البيروقراطيه وامتهن الفساد. انا ما بتهمش كل الناس ولا بمتهن كل الماضي، لكن دايما انا مؤمن بان المقدمات تقود الى النتائج. طب حضرتك الخطوه اللي انت بتتكلم عليها دي المفروض تكون فين من مرحله التجديد اللي عندنا؟ يعني اللي هو الراجل اللي عنده 30 سنه فساد ده ما ينفعش يشترك معانا. دي مفروض تكون اول خطوه تعملها الحكومه، ولا في مرحله متوسطه؟ حاليا الحكومه بتبدا خطوات كويسه دلوقتي، اللي هو تعيين ال 20 الاوائل على سبيل المثال. ال 20 الاوائل من كل الكليات، دي دماء جديده في جسم حضرتك. في اي بيئه في اي، يعني انا قصدي المنظومه كلها، انت ممكن تجيب شاب جميل جدا وعنده فكر وعنده رؤيه وعنده بس البيئه نفسها، البيئه اللي انت هتحطه فيها تمام، بيئه غير حاضنه يعني غير مشجعه. قصدي حضرتك ان احنا نغير البيئه دي الاول وبعدين نحط فيها، ولا الاول نحط مجموعه من الشباب المتميزين او العقول المتميزه، مش مهم يكونوا شباب يعني؟ تمام. لا بصرف النظر يعني نغير البيئه الاول، ولا
نغيرها لاحقا؟ لا، اجهز البيئه، نبدا اضخ الدماء الجديده دي بفكر جديد واجهزها بامكانات تدريبيه كويسه تبدا تكون في مقدمه المسار. لكن في نفس الوقت انا ممكن اخذ بعض الاجراءات. يا سيدي، الطبيب عندما يجري جراحه، الطبيب الناجح قد يضطر احيانا لبتر جزء من جسم المريض ليحيى المريض. صحيح. وزي ما الرئيس عبد الفتاح السيسي بتاخد اجراءات رادعه واجراءات حازمه وقاطعه، انا عايز الاجراءات دي تكون في، ولهذا انا كنت بتمنى بالفعل وانا طلبت الكلام ده قبل ما تتشكل حكومه المهندس ابراهيم محلب، ان يكون في وزاره مستقله للتنميه الاداريه. للاسف تفرق دم وزاره التنميه الاداريه ما بين الوزارات. لا، احنا اهم حاجه انا النهارده عايز انقل الدوله المصريه، انقلها ازاي من غير جهاز اداري مستعد ومهيئ؟ لا، انا عايز وزاره للتنميه الاداريه تكون مهيئه انها تنقلني يوم ما اروح اعمل مشروع، يوم ما افكر. يعني احنا قبل الوزاره فكر للتنميه الاداريه. حضرتك بتتكلم على طبعا يعني حضرتك وصلت اللي انا عايز اقوله. فكر تاني جميل للتنميه الاداريه يغير وجهه. ده لا يعني ان احنا، لا احنا متفائلين جدا، لكن بنتكلم من اجل اصلاح بلدنا. صح. عايزين ندخل الناس دول، لازم المنظومه باكملها تتكامل. منظومه التعليم، منظومه الثقافه، منظومه الصناعه والانتاج، كل ده هيشتغل مع بعضه باذن الله تتغير الامور. اعاده النظر في المنظومه باكملها. في النهايه بنشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ دكتور رضا عبد السلام، رئيس قسم الاقتصاد ووكيل كليه الحقوق بجامعه المنصوره، على تشريفك لنا النهارده وتلبيه الدعوه. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم.